شحال نمرة التليفون؟ 06 11 23 17 43. اهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تي في، في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط مع هذه السيدة هذه اللي هي من بعد وفاة الرجل ديالها تعيش واحد المأساة، خلى لها واحد الباطين تتمعش منه. لكن امتى وصلكم هادشي؟ اليوم هادشي اليوم 3 ايام. اذا هذه واحد 3 ايام باش بداو تحيدوا لهم البلاصه ديال الباركين اللي هي 50 متر. وكذلك في هذه المساله هذه كان حتى واحد صاحب مقهى اللي تحيدات ليه لاطياس وملين الطيور اللي حيدوا لهم التروطوار نظرا الاشغال. اذا باش نبقاو في تفاصيل اكثر غنبقاو مع السيده متضايعه. السلام عليكم، انا صابر زهره. هاد البقعة هادي هاد الباركين في 50 متر ديال الجوج ديالي الله رحمه توفى في شهر جوج. وهاد الباركين كيعيشو منو 4 ديال الناس، أنا والسيد اللي خدام ديال الليل وجوج ديال النهار. ودابا غاديين يحيدو هاد البلاصة هادي، معديش مناش نعيش. وأنا دابا حاليا مريضة، عندي السكر وعندي طونسيو، يعني إلا حيدو ليا هاد البلايصة صافي بقيت الله الله وكارية. عندي الكرة، الراجل ديالك كان معاق ياك؟ راجلي معاق، اه، إلا ما وكلتو ولا ما دردشتو ولا ما وكلتو بيدي ما ياكلش. يعني. جاتو الاستفادة باش ياخد الباركين ولا؟ الباركين عندو مدة 20 عام دابا. مدة 20 عام كانوا عطاو. 20 عام هادي باش وعدو الباركين من 2002. يعني كانت باقا الدنيا هنا خاوية. كانت باقا الدنيا خاوية، وهذا أولهم باش خدام معاه. وحاليا شنو المشكل اللي وقع بالضبط هذه 3 أيام؟ هادي 3 ايام كيكرطو هنا، ما فهمتش واش غادي يقادو ويخلي، واش غيقادو ويخليه ولا غادي يديرو جرده. انا تخلعت، قالوا لي ربما غيدار جرده، هذا هو المشكل اللي عندي. وشنو باش تطالبي حاليا؟ كنطالب بالباركين يبقى لي انا، ما عنديش مناش نعيش، كاريه وعندي الدواء وعندي مصاريف، وكيعيشوا معايا 4 ديال الناس. هذا واحد من الناس اللي هذا احسان الدومي. السلام عليكم، انا كنطالب من المسؤولين يشوفوا لينا شي حل اخوان. حنا حقاش هادشي اللي كنعيشوا فيه، حنا راه بزاف، حنا راه 4 العائلات هنا، فين غنمشيو؟ هذا راه هو التشرد بعينيه، حقاش انا ضارب 20 عام هنا ما بين ليلتين وضحاها. غادي يقول لك حيد من هنا، يعني غايقول لك ما بين ليلتين وضحاها حيد من هنايا، يعني الانسان فين غيمشي؟ كون كانت عندنا على الصحه فين غنمشيو نخدموا؟ غادي نخدموا. انا رجليا دابا كامله حديد، وانا هي دابا البروده داخله السياتيك. هانتوما كتشوفوا هاد الحرفه هادي راه مصيبه كحله، حنا راه فيها التعذب بزاف، وحنا مريسكين بعمرنا، ومازال كيجيو هنا هانتوما كتشوفوا هاد الاشغال هادي راه لا اله الا الله، وكيجيو مازال الضغوطات علينا من هنا من هنا. شي تيقول لك حيد لي طوموبيل، شي تيقول لك حيد لي موطور، يعني واحد المعاناه اللي هي كنعيشوا لا اله الا الله ما شاء الله. شنو هو بالضبط المشكل اللي وقع اليوم؟ واش جات الشركه علمتكم؟ الشركه ما كتجي ما كتعلم ما والو، كيجي وكيقول لكم حيدوا حيدوا، ما تيقول لنا لا غادي نحيدوا هنا ولا غنديروا هنا، تيجي وتيقول لنا حيدوا حيدوا، حنا راه حيدنا هذا الشيء كنعاودوا نرجعوا، عاوتاني حيدنا داروا لنا التروطوار، تيقول لك غادي نخليو لكم هنا شي شويه، كيجي كيقول لك كيفاش، وانا تيقول لك غنديروا جرد هنا. يعني راه بحال بنادم انسان راه صافي، هذا هو تشرد بعينيه، يعني المسؤوليه تابعانا وكراو مصاريف، يعني مسؤوليه تابعانا والكراو المصاريف عندنا هنايا، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني حنا راه دايخين دابا في هذه الساعه هذه، والله العظيم ما عرفناش شنو هو الحل. حنا 4 العائلات، حنا 4 العائلات من السيده تا هي، 4 العائلات اللي خدامين هنايا، والناس راه عندهم ولادهم وكل شيء كاري، كل شيء كاري، عندهم حالات ديالهم كارينهم. يعني انسان من غدا الحنين الله يرحمه ما كاينش اللي غادي يعقل عليك. يعني انا كنطالبوا من المسؤولين يحاولوا يديروا معنا شي حل، الله يجازيهم بخير. الجدار ماشي حنا حاجه رسميه، هادشي غير الهضره اللي هادشي سمعنا للسيد اللي كيحط تروطوار قبيله، سولناه هو اللي قال لنا هاد الهضره هادي. يعني حنا ما صدمنا بهادشي، هاد الخبر هذا، يعني ما لقيناش كيفاش نديروا، لا حول ولا قوه الا بالله. ما نكذبش عليك اخويا، زعما صراحه حسبي الله ونعم الوكيل، انا راه كنهضر معاك في هاد الساعه دابا ديخ، ما عارفش شنو هو الحل ديالي الا حيدوني من هنا، وما عندي حتى فين نمشي. الصحه اللي عندي باش غنمشي نخدم ولا نمشي ندمر ما عنديش،
ما عنديش بارك. المطر اللي كنضل نحول فيه النهار كله الى العذاب الاليم، كتهز الموطور فيه 50 كيلو 60 كيلو حتى كتضل هنا وتغاوت مع عباد الله، لدرجه ان ركبني فيا العصاب دابا حاليا. انا ما نكذبش عليك يعني ما لقيتش الحل، لا اله الا الله. وكنتمنى من المسؤولين يديروا معنا خويا شي حل ان شاء الله. كنتمنى يا ربي الا كانوا كيتصنطوا لينا ويشوفوا يديروا معنا شي حل. الله يرحم ليهم الوالدين حتى هما، احنا باش ما نضيعوش الاخوان. راه انتم كتشوفوا هذه المعاناه، راه لا اله الا الله. يعني راه ابار هذاك التعرض اللي كنتعرضوا ليه من طرف الكليان هنا، ماشي كاينين شي كليان هنا استفزازيين كيستفزوا، وكاينين شي مجرمين كتعرض ليهم هنايا ديما الاجرام كنتعرضوا ليهم مريسكين بحياتنا. يعني راه ما كاينش فين غادي يمشي، ما كاينش البديل اصلا هنا. راه لا اله الا الله، راه ما كايناش. غنقول لكم الله يشوف من حالنا وصافي، لا اله الا الله محمد رسول الله. وكنتمناو الخير من عند الله سبحانه وتعالى. وشكرا اذا متتبع قناه شوف تي في، شفتوا هذه الحاله ديال الاشغال اللي حتى الطوطوار ديال السكينه حتى هو تقريبا حيدوه. اذا الى هنا استودعكم الله، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.